Bonjour Tamin, معكم مدام مها جسوي على باج 26 و 27. اليوم رح نخلص الوحدة الأولى وبعدها بتدرسوها لبين ما نبدأ بالوحدة الثانية، وإن شاء الله يا رب تاخدوا الفائدة منها. أنا جسوي على باج 26 هلأ، وأنا بالإكسرسيس نيميرو 9 اللي بيقول غمي دان لوغدغ لو ديالوغ سويفون. هالنوع من التدريبات نتمرن عليه منيح لأنه رح يبقى معنا للبكالوريا. على طول في عنا جمل لازم نرتبهم، يعني أنا لازم أعرف السؤال وين بنحط، الجواب وين بنحط، شو هي أدوات اللي بستخدمها في السؤال، وشو هي الأدوات اللي بستخدمها في الجواب لحتى يطلع معي نص منطقي، حوار منطقي. فعم بيقول أعد ترتيب الحوار التالي، بنقرأ الجمل وبدنا نحط ترتيبهم هون بالشكل الصح. جورج pourquoi tu es seul tu as l'air triste je vais porter plainte à la direction bonne idée mes camarades se moquent de moi parce que je suis très sérieux qu'est-ce que tu vas faire عندي سؤالين وهون، هدول الثلاثة مالهم استفهام. طبعا الإشارة الاستفهام كتير بتساعدني. جورج ليش انت لوحدك؟ باين عليك زعلان. جورج بوركوا tu es seul tu as l'air triste. هون قال je vais porter plainte à la direction، بدي اروح اشتكي للإدارة. ننتبه كمان بالنسبة للترتيب، في tu وفي je، كمان دايما نعرف انه جو هي جواب تو او بالعكس. بون ايدي فكرة جيدة. مي كاميراد سو موك دو موا، رفقاتي عم يسخروا مني. باسكو جو سوي تري سيريو، لانه انا جدي كتير. كيسكو تو فا فير، شو بدك تعمل؟ اكيد عرفنا كيف بترتبوا. شو هي الجملة اللي لازم قبل الشي انا ابدا فيها؟ أكيد هي أول وحدة اللي راساً عم بيقول له جورج أنت ليش لوحدك وليش زعلان؟ أكيد ما راح يبدأ الحوار ويقول له أنا بدي أشتكي، ولا راح يقول له فكرة جيدة على شيء ما قاله، ولا راح يجي من الباب رأساً يقول له رفقاتي عم بسخروا مني. أكيد في شيء نحكى قبل، ولا راح يقول له شو بدك تعمل. أكيد في ترتيب للجمل غير هيك، فالبداية أي أنسب شيء هي لأ. فأنا هون أول وحدة لازم تكون لماذا أنت حزين ولوحدك؟ رح يقول له بعد أنا بدي أشتكي، ولا بدي يقول له فكرة جيدة، ولا بدي يقول له شو بدك تعمل؟ لا، أكيد بدي يقول له رفقاتي عم يسخروا مني لأنه أنا كتير جدي. معناته دي هي هون، أول شيء أ بعد دي. هلا عم يسخروا مني، شو بدي يقول له؟ بدي يقول له فكرة جيدة، بدي يقول له أنا بدي أشتكي، رفيقه اللي بدي يشتكي، ولا بدي يقول له شو رح تعمل؟ معناتها تخوا هي أو، شو رح تعمل؟ بدي يقول له شو تعمل، ما رح يقول له فكرة جيدة، بدي يقول له رح أشتكي. معناتها بي هي تمام. هلا انتو كتير شايفين كويس. والأخير بقول له بون إيدي فكرة جيدة. إذا أول شيء هي أ، أول وحدة هي أ، الثانية هي دي، الثالثة هي أ، والرابعة هي ب، والخامسة هي سي. نرجع نقرأ هون. جورج pourquoi tu es seul tu as l'air triste mes camarades se moquent de moi parce que je suis très sérieux Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais porter plainte à la direction. Bonne idée. Exact? Tamam. Exercice 10. Écris à côté de chaque phrase un harceleur ou une victime. كتب جنب كل جملة هل هتسلوك هاد الأخسلاغ اللي عم يتصرفه هو متنمر، هو مزعج مضايق، ولا هو إن فيكتيم ضحية؟ كتير سهلين.
طب انا ما راح اكتب الكلمه كلها، بحط اش يعني اغسلوغ، والفي هي الفيكتيم. Je me moque de mes amis. Je fais des attaques agressives. Je donne des surnoms à mon ami. J'explique mon problème à quelqu'un. كله ميرر معنا وكله منعرفه. Je me moque de mes amis. أنا عم بسخر من رفقاتي. Je suis harceleur ou victime. Bien sûr, je suis harceleur. إذا هوني je suis harceleur. Je fais des attaques agressives. عم بقوم بهجوم عدواني. Je suis harceleur ou victime. Bien sûr que je suis harceleur. Je donne des surnoms à mon ami. نحن قلنا النو هو اسم والسيرنو هو اللقب. لما بعطي ألقاب لصديقي بعطي ألقاب محلوة. هل هذا أنا ما بيعني إنه أنا je suis harceleur ولا une victime؟ Je suis harceleur. شايفتهم كلهم harceleur، ما في وحدة victime؟ J'explique mon problème à quelqu'un. شرحت مشكلتي لحدا. Maintenant, je suis victime. أكيد ما بشرح مشكلتي لحدا إذا كنت أنا اللي عم بتنمر عم بزعج غيري. هي لأنه أنا ما بفكر إنه هي مشكلة أنا عم بعملها. إذا لما بشرح مشكلة أنا تعرضت لها فأنا victime. Un harceleur se moque de ses amis, fait des attaques agressives, donne des surnoms à ses amis. بس une victime explique son problème à quelqu'un. Exercice 11. Ton ami est victime d'un harcèlement. Tu lui écris une lettre pour lui donner quelques conseils. Donne-lui au moins 3 conseils. N'oubliez pas d'utiliser il faut, il ne faut pas, il est nécessaire de. صديقك هو ضحية تنمر، إزعاج، مضايقة. أنت تكتب له رسالة لتعطيه بعض النصائح. Pour lui donner quelques conseils. Donne lui أعطيه au moins على الأقل 3 نصائح. والنصيحة الرابعة من عندي بقلكن اكتبوا 4 نصائح. Pourquoi؟ ليش؟ Parce que tu vas oublier un. لأنه رح تنسى وحدة. حتى ما ننسى خلينا نحفظ زيادة واحدة، وإذا نسينا واحدة بكون علامتنا صح. بس حفظنا بس ثلاثة ونسينا واحدة بناخد علامة تنتين بس وبتروح تلت العلامة. ولازم كمان أعرف إنه بعد الفو النفو باو اللي نسيسير دو بيجيني فعل بالمصدر. ليش؟ لأنه فعل مصرف أو حرف جر. بعد حرف الجر اللي هي دو أو آ، بعد أحرف الجر أو بعد فعل مصرف يعني إله فاعل، بيجي الفعل بالإنفينيتيف يعني بالمصدر. والرسالة إلى فورم، إلى شكل، والشكل إله على إله موديل، إله نمو يعني إله نمط. لازم أحط هون الدات تاريخ، وأكتب هون شيغامي عزيزي أو أكتب اسمه. وبالأخير لازم أكتب يا أغفوار يا أبيانتو وبحط اسمي. هذا شكل الرسالة اللي ما بيصير أنسى. لادات شير أبيانتو أغفوار لنو. المرسل هون اسمه والمرسل إليه هون اسمه. تمام؟ المرسل إليه هون والمرسل تحت. هاي باللاتخ بالرسالة ونشوف رسالتي اللي أنا كتبتها. طبعا هاي لازم تكون هون، بس أجيت لهون لحالة أنا ما جبتها. لديس ديس 2020 عشرة تشرين الأول 2020. شي غامي tu es seul et triste toujours parce que tes amis se moquent de toi. Écoute mon ami, il faut porter plainte à la direction. Tu dois parler à tes parents. Il ne faut pas se taire devant le harcèlement. Il est nécessaire de dire à quelqu'un. À bientôt, Sami. كمان هدول اجوا لحالهم لهون. انا كنت حاططهم هون، سكرت فتحت لقيتهم غير مطرح. صديقي العزيز، انت وحيد وحزين دائما لان اصدقائك يسخرون منك. اسمع يا صديقي،
يجب أن تقدم شكوى إلى الإدارة. هاي أول وحدة. Tu dois parler à tes parents. لازم تحكي لأهلك. هاي تاني وحدة. Il ne faut pas se taire devant le harcèlement. ما لازم نسكت لما بتعرض الإنسان لتنمر. هاي تالت وحدة. Il est nécessaire de dire à quelqu'un. من الضروري أن نخبر أحدا. إلى اللقاء القريب سامي. Le 10-10-2020. Cher ami, tu es seul et triste toujours parce que tes amis se moquent de toi. Écoute mon ami, il faut porter plainte à la direction. Tu dois parler à tes parents. Il ne faut pas se taire devant le harcèlement. Il est nécessaire de dire à quelqu'un. À bientôt, Sami. هذا المرسل وهذا المرسل إليه. ما حتى اسمه بشو ما تعرفوا شو اسمه رفيقي. خليه على السكت. On passe à la page 27. هلا صفحة 27. هاي ما في شيء عم يتأكدوا إنه أنا كتبت حافظت على شكل الرسالة، اتبعت التعليمات، وحافظت على شكل رسالة الصداقة، واستخدمت المفردات في النصح، وكتبت على المسودة، وبعدين بيضت ورتبتها. هذه بس تعليمات لحتى أعرف أشتغل. Dernier exercice. آخر تمرين. 12. Trouve le synonyme pour dévoiler le mot secret. أوجد المرادف. Synonyme يعني مرادف. متعرف شو معنى مرادف بالعربي؟ يعني معنى الكلمة. معناها يعني مثله. نفس المعنى. Pour dévoiler لكي نكشف كلمة السر. في عندي كلمة ما بعرف بدنا نشوفها شو هي وهي هون محلها. هي لازم أنا أكشفها وأكتبها بالأخير. لمو سكري كلمة سرية هي فيرب هي فعل وقبله في سو. خلينا نشوف شو هي الكلمة بس أجاوب على هدول. بحط الأحرف بيطلع معي. أنامي دو كلاس. صديق في الصف. شو بنقول له للصديق في الصف؟ الأمي. شو هو المرادف لإله؟ في أم في ده اللي هي. برافو سمعته من عندكم سمعته. كاماراد. كا هي آه مش بها الآه. كا ما غا هيك أحسن بالماجسكول. كاماراد صديق. أمي. كاماراد أمي. كاماراد أمي. أنسينيون يعني ماتخ. ما بتزبطوني ماتخ. أو بتبدأ بالبه. بروفيسور. برو. برو. إف. أو. هاي أو ها. بس نايمة يعني. هاي او والله او او اس اس او او ما تطلع خطكم بشها بتمعلمتكم. اخ بروفيسور. 3. ان وازو. وازو طير. شوف شو بنعرف طيور. البول جي جي ما بتزبط. شوف عجب. كوك. C Q coq dick. Un coq dick. 4. Le féminin de frère. Ach. شو المؤنث اخ؟ ما نقول اخ، نقول sœur. Sœur. O U. حاطينا أحرف مشان يساعدونا. سور. 5. Le premier pronom personnel sujet du singulier. أول ضمير من الضمائر. Le pronom personnel معرفون. Je, tu, il, elle, nous, vous. Il, elle بدي أول واحد اللي هو. Je. ليش ما حاطي لي هوني؟ ما مغمقين حتى أعرف إنه هوني هي je. Je. 6. Celui qui fait un harcèlement. مين هو اللي بيعمل تنمر؟ هو المتنمر. A. غ.
R R ce L E U R. إن شاء الله أشوف حدا بيناتكم كاتب مثلي. أغسلوغ خلصتن، بقي أطالع الكلمة لو مو سكري هي موكي. سو موكي، سو موكي يعني ساخرة. سو مو يعني ما في أحلى من هيك كلمة. سو موكي سموك، أنا بعرف بأكوس من هيك، بس أصلا حتى أضحككم شوي على هالكتابة. شوفوا إذا شفتوا هالكتابة كيف بتقولوا واو، شو المعلم اللي بتكتب هيك خط؟ أنتم ما لازم يكون هيك خطكم، لازم تكتبوا بخط كويس لحتى نقرأ، لحتى نعرف نقرأ. إذا لو مو سكري هي سموكي. جي فيني لونيتي ان، خلصنا الوحدة الأولى وخلصنا الدرس، وكانت معكم مدام مها وبتقولكم اغفار، يعني بخشين فوا، باي باي.